بسيطة جديدة جديدة لمواد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة ساعة شهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد يوميا على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال في برنامج ساعة شهية. النهاردة يوم هيكون لذيذ ولطيف وجميل. ليه؟ لأن احنا خصصنا الحلقة النهاردة للأطفال، وكان ده رأي الضيفة اللي معايا النهاردة. أولا أرحب بيها ونرجع ندردش ونعرف اسم ضيفتنا النهاردة، الدكتورة ياسمين متخصصة التغذية. بنقول لها أهلا وسهلا بيك يا دكتورة. نورتينا ونورت قناة الصحة والجمال كلها، وخاصة برنامج ساعة شهية. الله يبارك لك، أنا اتشرفت بيكم، والنهاردة يعني أنا سعيدة لأني هعمل حلقة هخص بيها أطفالي اللي هم أهم حاجة في حياتنا، اللي احنا بنعمل الأكل وبندخل المطبخ علشانهم. هقول تركات كده صغيرة للأطفال إزاي يأكلوا صح، إزاي يتغذوا صح. والنهاردة كمان معانا ضيوف صغيرين جمال جدا. معانا حبيبي اسمك ايه؟ مسلم. مسلم بتحب ماما بتعمل لك ايه في اللانش بوكس وانت رايح المدرسة؟ بتعمل لي اكل. بتعمل لك اكل، بتعمل لك كيك، بتعمل لك بيتزا؟ ايوه. تبقى مبسوط لما بتعمل لك كيك وبيتزا؟ ايوه. جميل. طيب بنوتة الجميلة؟ حبيبي اسمك ايه؟ قولي اسمك ايه؟ إيشي. جميل. بتاكلي بقى اللانش بوكس بتاعك كله وانت رايحه المدرسه ولا بتسيبي حته؟ بسيب حته. بتسيبي حته. طب احنا هنعمل النهارده حاجات لللانش بوكس، هخليكي ما تسيبيش ولا فتوته صغيره في اللانش بوكس. تمام. نرجع النهارده ونقول للدكتوره، يا دكتوره نورتينا مجددا ونورتي قناه الصحه والجمال وبرنامج ساعه شهيه، وبنقول الحمد لله على سلامتك يا دكتوره. طبعا يا جماعه احنا اتاخرنا النهارده، ولكن كانت ظروف عند الدكتوره، حادث بسيط على الطريق، والحمد لله الدكتوره معافيه سليمه ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين. بنقول لها الحمد لله على سلامتك يا دكتوره، وقدر الله ما شاء فعل. ربنا يبارك لك. الحمد يلا لله. النهارده هتقدمي لنا ايه؟ اول وصفه معانا ايه يا دكتوره كده سريعا؟ اول وصفه معانا هتكون الكيك المغذي. اولادنا بيحبوا الكيك جدا، بس النهارده هنعمل الكيك بطريقه مختلفه شويه. هنعمل تركية صغيرة هتخلي الكيك دوت غني ببروتينات اكتر، هتخلي الكيك دوت مغذي اكتر، وهما مش هيلاحظوا ولا هياخدوا بالهم من الفرق خالص. طيب قولي لنا المقادير كده يا دكتور، وبعدين نتكلم عشان وقت البرنامج. تمام. قولي لنا المقادير. هنبدا 3 بيضات. اسم الكيك ده كيك اللوز. كيك اللوز ما شاء الله. كيك اللوز. تمام. كيك اللوز هو عبارة عن 3 بيضات، دقيق، كوبايتين دقيق، تمام، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زبدة، بيكنج باودر، وفانيليا. طيب. الدقيق دوت عبارة عن ايه؟ دقيق نصه دقيق ابيض العادي بتاعنا، ونصه دقيق لوز. تمام. تمام. والمقادير امام حضراتكم على الشاشة يا جماعة، وبنقول للدكتور ياسمين عيد لنا المقادير تاني عشان اللي ملحقش يكتب معانا المقادير. كوباية دقيق ابيض، كوباية دقيق لوز. تمام. كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زبدة، 3 بيضات، بيكنج باودر، وفانيليا. تمام. الخطوات ايه يا دكتورة بقى عشان الوقت كده سريع؟ علشان وقتنا أهو. نبدأ بسم الله الرحمن. تمام. الرحيم. اهو اول حاجة هنبدأ هنضرب، عفوا هنبدأ، احلى حاجة في الكيك ان احنا نبدأ نحط المضرب يا دكتورة. السكر بعد اذنك، السكر مع الزبدة في الاول. تمام. نضرب السكر والزبدة. وانت شغالة اشرحي يا دكتورة انت هتعملي ايه. احنا هنضرب السكر خطوه خطوه كده باذن الله. احنا هنضرب السكر مع الزبده الاول لحد ما يبقوا كريمي، يبقى شكلهم شكل الكريمه. تمام كده اشتغل. جميل. تمام كده احنا حطينا السكر والزبده يختلطوا تماما مع بعض. تمام. ويبقى شكلهم كريمي، يبقوا حاجة واحدة، نسيج واحد مرمم كده. طبعا لحد ما السكر تقريبا يدوب مع الزبدة. ايوه. تبقى عاملة زي الخليط الكريمي بتاع زي الكريمة كده. تمام. تمام. وتابعوا يا جماعة الدكتورة في نصائحها المهمة جدا في تغذية الأطفال. هنتكلم بس بعد ما المضرب. تمام كده يا دكتورة؟ تمام.
التانية. هنبدأ الخطوة التانية اللي بعد كده. البيض. البيض. وبعدين الفانيليا. تمام. ومنتظرين اتصالاتكم يا جماعة على أرقام البرنامج الموضحة أمام حضراتكم على الشاشة، ومن أي تليفون محمول 23-03 ومن أي تليفون أرضي 09-35. تفضل يا دكتورة. وانت عملت ايه؟ كده ثلاث بيضات واحده واحده تاني كده يا دكتوره مع بعض. ضربنا الاول ايه؟ ضربنا السكر مع الزبده. دلوقتي هنضيف ثلاث بيضات مع الفانيليا ونضرب تاني. تمام. يا ترى انا ليه اخترت اللوز بالذات؟ تمام، ممكن توضح لنا؟ اللوز من اجمل المكسرات، غني بالعناصر الغذائيه، البروتين فيه عالي جدا. احنا كده بنعلي البروتين وبنخلي البروتين بتاعنا في الوجبه ديت اعلى للاطفال. وفي نفس الوقت اللوز مهم جدا للشعر، يعني الستات ممكن تحب الوجبه دي كمان تاكلها من اطفالها فعلا، لان اللوز مغذي جدا للشعر وللبشره. هنضيف كوبايه اللبن. تمام، حطينا السكر، ضربناه مع الزبده، بعد كده البيض، بعد كده كوبايه اللبن. تمام. يعني يا دكتورة انت اخترتي الاكل ده عشان يكون مفيد وصحي ومغذي للاطفال. طبعا. وايضا ينفع الكبار. اكيد طبعا. تمام. بس الفكرة احنا بناخد يعني اولادنا بالذات، انا ام وعارفة مشكلة اللانش بوكس. لما بيرجع لي اللانش بوكس فيه حاجة بحط الاول بيكنج باودر، واحنا بنتكلم اهو بحط بيكنج باودر على دقيق. تمام. اول حاجة قبل اي حاجة لما هتعملوا الكيكة هتعملوا ايه اول حاجة؟ هنكون مولعين الفرن. تمام. مولعين الفرن من قبل الهوا. مولعين الفرن وجاهز يا دكتورة. علشان ايه بس ما ننساش ونضرب الكيك وبعدين نلاقي الفرن بتاعنا مش متولع. حطينا دقيق وحطينا عليه البيكنج باودر وبنضيفه على الخليط. تمام يا دكتوره. بنرحب يا جماعه بضيوفنا النهارده، الضيف مسلم رائد وبنضحب برميساء رائد. نورتونا النهارده. ايه رايكم في البرنامج وايه رايكم في الدكتوره؟ حلو. جايه تعمل لكم اكل مفيد النهارده وصحي. قرب المايك كده وانت بتتكلم وقول لي رايك في الدكتوره ياسمين. ها؟ حلو. رايك بجد؟ اتكلم قول. بص هو اول ما هياكل الكيك هيقول رايه، يعني الدكتوره إيه؟ جايه مخصوص عشان تعمل لك اكل انت ورميساء، ايه رايك بقى؟ حلو. تمام. ايه اهم حاجه في الكيك؟ ان احنا تمام. يعني هنلاقيه اعلى شويه. بس تمام. تمام. هناخد بعد كده هنبدا نحط في القالب بتاعه. القالب بتاعنا يا شيف. قالب الكيك يا دكتور اهو. هتحطي اي ماده دهنيه ولا اي حاجه؟ هندهنهم بماده دهنيه بسيطه. تمام. اهو يا دكتوره واحده واحده كده. وادي الفرشه بتاعتنا. تمام. بعد ما دهنا القالب وخلاص هنحط الكيك، هنسأل بقى هنسأل مسلم ورميساء. مسلم قولي يا مسلم، انت ايه الاكلات اللي بتحبها يا مسلم؟ الاكلات اللي انت بتحب تاكلها، بتحب ماما تعملها لك دايما، وايه الاكلات اللي انت ما بتحبهاش؟ بحب الكيك وبحب البطاطس وبحب كل حاجه. بحب الكيك والبطاطس وكل حاجه. انت ولد شاطر جدا، لان يعني موضوع بيحب كل حاجه. اي حاجه ماما بتعملها بتاكلها. ايوه. بتحب تدخل المطبخ مع ماما وتساعدها؟ ايوه. تمام. نشوف راي رميساء برضو. ادي المايك لرميساء. ايه يا رميساء، ايه بتحب المطبخ ولا لا؟ ايوه. انت بتساعدي ماما في البيت؟ ايوه. طب بتعملي معاها ايه؟ هنلاقي كثافه الكيك اتخن شويه علشان بس دقيق اللوز مش اكتر، أدخل من الكثافة العادية، لكن تمام. هيرتفع وهيبقى طعمه جميل جدا وأطفال مش هيبقى زي الفل يا دكتورة. إن شاء الله. من إيدك. ربنا يبارك لك يا رب. الفرن أهو. تمام كده. بسم الله. درجة حرارة كام يا دكتورة؟ نوضح للسادة المشاهدين. 180. 180. وهيقعد في الفرن لمدة 40 دقيقة، بس طبعا يا رب الحلقة تكفي إن إحنا نوريكم الكيك بعد ما يطلع من الفرن. إن شاء الله هتكفينا وهتبقى الدنيا حلوة وزي الفل. إن شاء الله. تمام. كنت عايزة أنا بسألك ليه بقى؟ علشان انا كلم عندي الدكتور يا مسلم. ياسين يا مسلم
ورميساء بيحب عندي طيب ياسين بيحب اللي بعد البيتزا إيه؟ جدا. نطلعها ونطلع ونعمل البيتزا دلوقتي. تمام، واحنا بنجهز برضو كده هنعمل البيتزا. تمام، بس البيتزا بطريقة مختلفة تماما النهاردة. تمام. هي رميساء، ماشي، هي رميساء قولي لنا انت احنا كنا واقفين معاك، انت بتحبي المطبخ ولا لا؟ وانت ما جاوبتيش علينا. البيت ايوه كنت بحب. ها قولي، ارفعي كده المايك تمام واتكلمي، قولي انت بتحبي المطبخ ولا لا؟ ايوه بحبه. وبتساعدي ماما ولا لا؟ ايوه بتساعدي ماما. انت متاكده ولا بتضحكي عليا؟ لا متاكده. طيب انت بتحبي تاكلي ايه بقى من ايد ماما بتعمله لك؟ اللي بتعمله بتاكليه ما شاء الله. تمام شطوره. متاكده؟ انا هسال ماما بعد الهوا. بولا بس بعد اذنك ممكن للبيت؟ تمام. لا بولا هنضرب هنضرب فيها. تمام تمام. إيه البيتزا المره دي هتكون مختلفه لان مقاديرها، هنقول مقاديرها الاول سريعا. تمام، تمام. زيت او زبده؟ الزيت موجود معانا اهو. تمام، زيت او زبده؟ قولي لنا المقادير كده يا دكتوره، هتعملي ايه دلوقتي؟ نقول تاني، زيت او زبده، ورقتين جلاش. تمام، جبنه شيدر، كوبايه فلفل الوان، كوبايه تركي مدخن، كوبايه زيتون، ممكن نضيف مشروم، ممكن ما نضيفش، وممكن نحط كمان، هي طبعا الخمس بيضات هي البيز او هي الاساس بتاع الكيكه دي، سوري بتاع البيتزا دي. تمام، عايزه دقيق بس. تمام، ودي مع او معلقتين دقيق. تمام، معلقتين دقيق. تمام طيب انت ممكن تشتغلي وانا اجيب لحضرتك الدقيق. تمام تمام، اشرحي كده للساده المشاهدين انت هتعملي ايه واحده واحده كده. الاختلاف الوحيد ما بين البيتزا التقليديه وما بين البيتزا دي ان البيتزا دي ما فيهاش عجينه. يعني ايه؟ انا دقتها مره بره كانت عاجبه ابني جدا، فاكتشفت ان البيتزا دي مغذيه جدا وما فيهاش عجينه، لان العجين او الكربوهيدرات الكتير في الاكل بتبقى مضره للطفل بالذات في مرحله المدرسه. ليه؟ علشان احنا مش عايزين ندي لجسمه دي ابيض كتير يعلي السكر في الدم، وبعدين فجاه نلاقيه مش مركز بعد كده في الدرس بتاعه او في المذاكره بتاعته. ليه؟ لان السكر بيعلى في الدم بسرعه وبعدين يرجع ينخفض تاني. انا بس دهنت البايركس بتاعي بالزيت، وهبدا احط طبقه واحده من ورق الجلاش، طبقه واحده بس. اوكي تمام، و ادهنها برضو ما بينها وما بين الطبقات، ما بين الطبقات وبعضيها. بين كل طبقه جلاش ندهن بالماده الدهنيه بتاعتها. بالماده الدهنيه. تمام تمام، انا حطيت الجلاش وهبدا احط القاعده بقى بتاعه البيتزا. قاعده البيتزا دي عباره عن ايه؟ عباره عن خمس بيضات. تمام، هنضرب البيض الاول كله. اوكي حاضر. هنضرب الخمس بيضات، بس انا الخمس بيضات مش هحط لهم ملح، انا هحط لهم فلفل بس، علشان انا حاطه جبنه شيدر وحاطه زيتون، ودوت هيخلي القاعده ديت فيها حدوقيه شويه، فانا محتاجه ان انا ويسك، محتاجه ان انا ما يبقاش القاعده دي حادقه، لسبب كمان الامهات اللي بتعمل لاولادها الاكل، رجاء اللي بتعمل لاولادها الاكل في البيت وبالذات الصغيرين قوي، لا نزود سكر. تمام. ولا نزود ملح. ليه ما نزودش سكر ولا نزود ملح؟ لان الزياده في السكر والزياده في الملح بتعود التيست بادز او حلمات التذوق عندهم، بتعودها على الطعم ده. تمام. فبالتالي يكبر يبقى عايز ايه يا شيف؟ عايز يزود. عاوز يزود. عايز ياخد. ممكن يا دكتوره وانت شغاله كده في البيض وننتهز الفرصه دي وتقولي لنا ايه فوائد البيض للاطفال؟ طبعا البيض مهم جدا وله بروتين. طبعا عارفينه طبعا. ممكن تكلمين عن فوائد البيض يا دكتوره خاصه للاطفال؟ الاطفال محتاجين ان هم ياكلوا بروتين سهل الهضم. تمام، والبيض من البروتينات سهله الهضم جدا،
واجسامهم بتحتاجها بشكل كبير جدا علشان يقدر يمدهم بالطاقه. وفي نفس الوقت البروتين عندي مش يعني مع انه سهل الهضم بس ما بيعليش السكر في الدم بسرعه زي لما بياخدوا حاجه في البيتزا مثلا، زي ما بنقول ايه كربوهيدرات صريحه. تمام. فده بيخلي الدنيا، معلش يا شيف كلافز بس. اوكي. ده بيخلي، احنا طبعا كان المفروض نلبس جلوفز من اول الحلقه بس طبعا انتوا عارفين انا جايه من الحادثه، فايه هتحجج بيها في كل حاجه، ايه في كل حاجه واقعه فيها. يلا خير. لا انت نورتينا يا دكتوره. البيض هيدي لهم بروتينات عاليه جدا. تمام. وفي نفس الوقت مش هيعلي سكر الدم زي البيتزا العاديه. اوكي، احنا خلاص ضربنا البيض مع دي، مجرد ان هم يختلطوا بس. تمام. بنضيف بعد كده جبنه، انا خدت الجلوفز عشان ايه جبنه شيدر دي يا دكتوره، شيدر المبشوره. تمام. بنضيف الشيدر المبشوره، ونضيف في الفلفل الالوان، ونضيف التركي المدخن. وانا هقول لكم انا ليه اخترت التركي. التركي بالذات، مين رميساء انت ما اتكلمتيش النهارده، ما قلتليش تحبي اللانشون؟ اه ولا لا بصراحه؟ طيب، عشان رميساء واولادنا بيحبوا اللانشون، واللانشون من اللحوم المصنعه اللي فيها مواد حافظه كتير جدا، فانا استبدلته. لو الام مستعجله ومش هتعمل مثلا تعمل فراخ مسلوقه او تعمل لحمه مفرومه معصجه، بالتركي. ليه التركي؟ عشان التركي اقل اضافه للمواد الحافظه، ما فيهوش، يعتبر خالي تماما من المواد الحافظه، من المواد الحافظه، ولحمه مفيد جدا وسهل الهضم. فاحنا هنا بنقول ايه، احنا بنعمل اكل لاطفالنا، عايزينهم يتغذوا. ممكن معايا يا دكتوره لو دي مش جايبه معاك؟ اتفضل. شكرا. عايزينهم يتغذوا، عايزين الاكل بتاعهم يكون صحي ومفيد ليهم، فبالتالي التركي هيبقى الاوبشن او الاختيار البديل الافضل. هنحط بس الطبقه دي بسهوله كده فوق طبقه الجلاش، هتعمل طبقه سميكه جدا، هتدخل الفرن، هتدوب الجبنه، هيبقى التركي والزيتون والفلفل الالوان. حد عارف ايه اكبر مصدر لفيتامين سي في الخضروات؟ اكبر مصدر لفيتامين سي في الخضروات هو الفلفل الالوان اللي انا حطاه ده. فلما هيستوي هتبقى عباره عن كميه كبيره من الخضار، كميه كبيره من الفيتامينات. وكمان الزيتون مهم جدا، لان الزيتون غني بالاوميجا 3. اوميجا 3 دوت ايه؟ اوميجا 3 بنحتاجه علشان الجسم ما بيقدرش يكونه، فطفلك محتاجه، انت محتاجاه، لازم تاخديه من السلمون، تاخديه من المكسرات، تاخديه من الزيتون، هتاخديه من المصدر اللي انت محتاجاه له، بس لازم تاخديه في اليوم لانه مش بيكون موجود في الجسم الطبيعي، لازم ناخده من مصدر خارجي. احنا هنحتاج الفرن عشان ندخل ال، هنستنى شويه عشان مش هنفتح الكيك. تمام. هو تمام. الفرن واحد. اوكي. طيب هنستنى شويه. تمام. ونرش رشه فلفل على وش ال، تمام، فلفل اسمر. فلفل اسمر، ما حطيتيش اي بهارات يا دكتوره، واخترتي الفلفل الاسمر. وما حطيتيش ملح. لا احنا قلنا ايه، احنا حاطين ايه، حاطين زيتون صح، وحاطين جبنه شيدر. والمقادير امام حضراتكم على الشاشه يا جماعه. بيتزا للمدرسه، ودي بقى بيتزا المدرسه اللي احنا هندخلها الفرن، هي هتقعد ربع ساعه بالظبط في الفرن، مش هتاخد وقت طويل ان شاء الله. تمام. احنا متشكرين يا دكتوره على المعلومات القيمه ديت. وبنقول معانا ايه تاني دلوقتي؟ معانا دلوقتي الناجتس. ممكن نطلع كده على السريع عشان ايه وقت البرنامج. الناجتس دي بقى وجبه محببه جدا جدا للاطفال. تمام. والاطفال يعني بيعشقوها فعلا. احنا الناجتس مش هتكون يعني مش هي خلطه بسيطه جدا. بعد اذنك يا شيف بس تساعدني في ان احنا نقطع الفراخ صغير. اوكي. احنا هنقطع الفراخ صغير، هنقطع الفراخ صغير بس. محتاجه تحطي زيت على النار يسخن ولا حاجه؟ عشان احنا هنحط الزيت على النار يسخن علشان دي الايه وجبه مقليه، بس برضو بالرغم من انها مقليه احنا حاطين تريكات في الناجتس تخلي الناجتس طعمها لذيذ جدا. ونخبي للولاد فيها بقى ايه؟ الاثنين هيروز اللي هم الكوسه والجزر. الكوسه والجزر هم في الطبيعي ما بياكلوهمش لوحدهم،
لكن لما بيستخبوا مع لحم الفراخ بيبقى طعمهم جميل جدا، وفي نفس الوقت هم بيستمتعوا بيها بشكل كبير، واحنا بقى بنستمتع اكتر ان احنا ايه موفرين لهم حاجه مفيده ومغذيه، وضحكنا عليهم واكلناهم في الاخر خضار. هنقول المقادير بسرعه. المقادير وانا شغال مع حضرتك كده هقطعلك. طبعا انت عايزه تفرميها؟ احنا عايزين نفرم الفراخ. لو كان عندنا في البيت كبه نستخدم الكبه ونفرم الفراخ. هنقول نص كيلو فراخ. طب ممكن نستبدل الكبه ونقطعها صغير ونعملها في الخلاط كده؟ ممكن، نيسر على ست البيت وعلى ست الكل. طبعا وهي شغاله. طبعا تمام. ماشي. طبعا يبقى احنا اشرحي حضرتك وانا بقطعها. هنجي المقادير هي عباره عن فراخ، جزر مبشور، كوسه مبشوره، خليط من التوابل اللي هو عباره عن ثوم باودر وبصل باودر، وهنحط معاهم الهيرو بتاعنا او الحاجه التابل اللي احنا بنحبه قوي اللي هو الجنزبيل. الجنزبيل بيغطي على اي زفاره او اي ريحه غير محببه. وله فوائد طبعا يا دكتوره الجنزبيل. طبعا. طيب ممكن تكلمينا برضو كده احنا عايزين ايه تبقى حلقتنا النهارده افضل ما فيها الفوائد الصحيه من الدكتوره ياسمين ان شاء الله. الجنزبيل بالاضافه لان هو نكهته بتغطي على اي نكهه غير محببه للدواجن او للاسماك. تمام. هو بيعلي الحرق جدا، بيستخدم في تطهير الجهاز الهضمي. تمام. الجنزبيل من التوابل اللي حرقه لو اتاخد لوحده، لكن لو اتحط في وسط الاكل بيبقى طعمه جميل جدا وبيعلي الحرق ومضاد للاكسده. علشان كده دايما نلاقي الهنود يا شيف لو تاخد بالك الهنود بيستخدموا الجنزبيل وبيستخدموا بكترة. التوم بكثره جدا. تمام. بيستخدموه بشكل كبير جدا لانه فعلا بيخلي طعم اكلهم حلو، وفي نفس الوقت هم بيهتموا بالمواد اللي هي احنا بنقول عليها ايه مضاده للاكسده. علشان كده نلاقي اجسامهم جميله، نلاقي عندهم بيحاولوا يحموا نفسهم من السرطانات، من الامراض اللي ربنا يحفظنا كلنا منها. فالجنزبيل من الحاجات الجميله جدا اللي محببه جدا ان ان الاطفال ياكلوها، والكبار كمان يا ريت يدخلوه في اكلهم. وفي الجنزبيل الفريش يعني قبل ما نحط اي فراخ، لو احنا بنشوح حتى فراخ تمام، نحط معلقه ثوم ومعلقه جنزبيل فريش يا شيف مع قبل الفراخ، بتكون طعمها يجنن، بتكون طعمها رائع جدا وفوائدها الصحيه عاليه جدا. تمام. احنا متشكرين يا دكتور على معلوماتك المفيده ديت والصحيه. الله يبارك لك. ومتشكرين جدا انك يعني اصريتي انك تعملي حلقه خاصه عن الاطفال وعن اكل الاطفال، لان فعلا فعلا ستات البيوت بيعانوا من موضوع ان بيعملوا الاكله والطفل يقول لك لا انا مش باكل ده، لا انا مش بحب ده، لا انا مش بحب ده. وعايزك تقولي نصيحه يا دكتوره لطفل ما بيحبش اللبن، تقولوا له ايه؟ يعني احنا قولوا عشان مسلم انا بعاني معاه وهخلي الدكتوره تقفشك دلوقتي، بيقول لي انا مش بحب اللبن، واجي ادي له اللبن يقول لي لا انا مش بحب اللبن، بقعد بقى ايه ادور ازاي انا اقدم له اللبن في حاجه هو ما ياخدش باله منها. بتحب الميلك شيك طيب؟ يعني بتشرب ميلك شيك بره؟ طيب واللبن بالشوكولاته حلو؟ طب اللبن بالفراوله؟ حلو. طيب بس هو احنا ايه؟ تمام. مع اولادنا بالذات يا جماعه نقدم لهم اختيارات، نقدم لهم اوبشنز. بمعنى هو ما بيحبش اللبن بال يعني لوحده ساده، انا ما بحبش اللبن لوحده ساده. تمام. فعشان كده يعني كده احنا نعمل له اختيار، نقول له ايه خد النهارده لبن بالشوكولاته برضو مفيد، خد لبن بالفراوله، خدنا فايده الفاكهه وخدنا فايده اللبن، خد لبن بأي حاجة، لبن بالعسل، حليله اللبن، غير له في طعم اللبن وهو هيرضى ان هو يشرب لبن. لكن ما نقفلش دماغنا عند اختيار معين. على موضوع التصميم بقى ده يا دكتورة برضو، ان مثلا ممكن ام تكون ايه عايزة تدي لابنها اي اكلة معينة مفيدة صحية مثلا زي اللبن، وهو يقول لا فتصر وبالعافية ولازم ومش هتاكل طول اليوم ويفضل لحد فعلا الاطفال يجوع كده. يعني لا، الاطفال كده هيكرهوا الاكل، مش هيحبوه، مش هيحبوا طعمه. احنا لازم نعمل حاجه نخليها تحب يعني الاطفال يحبوها. عايز اوجه رساله لكل ست بيت واقول لها لاحظي ان انت بتتعاملي مع عقل طفل. تمام. طبعا عقل طفل ما بيرضاش ان هو حد يغصب عليه. تمام. خاصه في الاكل. واحنا لا بل بالعكس احنا ايه ندخلهم معانا. على فكره في امهات كتير بتكلمني
انه احنا المطبخ بالنسبة لنا مأساة، لانه يا نما انا هقعد اطبخ يا اما اقعد مع اولادي. تمام. طيب ليه ما تقعديش تطبخي مع اولادك؟ يعني احنا مثلا في اكلة زي الاكلات اللي احنا كنا لسه عاملينها دي، البيتزا. تمام. البيتزا تمام. لو هم حطوا شوية الفلفل، حطوا شوية الزيتون معاكي، قلبوا بالويسك، هيوقعوا، ايه المشكلة؟ بس هم هيبقوا مستمتعين وانت هتشاركيهم، المشاركة هتفرق. يعني دايما بنقول sharing is loving، المشاركة هي فعلا اساس الحب. فاحنا نشارك ولادنا في المطبخ، لما هيعملوا معاكي الحاجة هيحبوا ان هم ياكلوا منها غصب عنهم، على فكرة هياكلوا منها، لانه هيحس انه ايه ده انا عملت انجاز، ده انا طبخت النهاردة مع ماما، فهيبقى عايز يعمل معاه، ياكل من الاكل اللي هو عمله. انا ابني ساعات يعني بعد ما بعجن عجينه معينه ممكن البسه جلوفز او ما البسوش جلوفز واغسل له ايده كويس، ونعجن مع بعض العجينه ونعمل البيتزا ونعمل الاكلات دي كلها، ياسين بيبقى مشاركني فيها. ليه؟ لما هو بيشارك في الحاجه بيحس ان هو انجز، بيحس ان هو فرحان ان هو عمل حاجه وهيشارك معاكي وهيبقى مبسوط معاكي. واحنا لو ناخد بالنا، انا جايبه هنا، مش عارفه الكاميرا هتعرف تبينها، انا جايبه هنا قوالب صغيره على اشكال، علشان الاطفال بيحبوا، عينيهم بتاكل فعلا قبل بقهم. فلما تديله حاجه هو ياكلها، تجيبها تانية احطها هنا، لما تديله حاجه هو ياكلها على اشكال هو بيحبها هيبقى مبسوط جدا. وده اللي بيعملوه شركات الطعام، ان هم بيحطوا اشكال معينه حلوه، مثلا دي شكل ورده، ممكن نحط شكل نجمه، ممكن نحط شكل ايه. الطفل لما يعمل الشكل دوت ولما ياكل حاجه بالشكل ده بيبقى مبسوط جدا بيها. احنا هنستخدم الخلاط شويه ممكن علشان ايه، يعني كميه صغيره بكميه صغيره، علشان نقدر طبعا ست البيت هتعمل زي لو هي ما عندهاش كبة، عادي جدا. يعني لازم نستخدم وسائلنا اللي موجودة عندنا، الوسيلة اللي موجودة عندي دلوقتي كذا بستخدمها. هحط خليط التوابل، اهم حاجة في الفراخ ان انا اتبلها كويس، فانا هضيف خليط التوابل والزيت على النار بيسخن، بس مش هنسخنه قوي يا شيخ. تمام. درجة حرارة متوسطة يا دكتورة. تمام. ممكن. تمام. احنا ما اختلطناش زي ما هي. ماشي. ممكن نجيب معلقة خشب. تمام. نخلط الخليط. ايوه. يا جماعة ده احنا استخدمنا بديل الكبة، صح يا دكتورة؟ احنا يعني ايه، كان المفروض هنستخدم الكبة، بس يعني هنستخدم الحاجة المتاحة بالنسبة لنا برضو في كل الأحوال، هنستخدم ده الحاجة المهم المتاحة طبعا بالنسبة لنا. ده شعار ايه مطبخنا. يعني الست الشاطرة ما بتقفش. واهم حاجة ان الاكل بتاع ولادنا يكون فريش، يعني في اللانش بوكس ناس كتير هنعجنها، احنا ممكن نستخدمها مادام خلاص احنا ايدينا يعني خلاص هي معموله، ممكن نستخدم بقى ايدينا. تمام. احنا ممكن ننقص الكميه وناخد كميه حبه بحبه يا دكتوره، ايه رايك؟ تمام. برضه هنعملها يعني ايه؟ هنعملها. تمام. هو يا جماعه طبعا احنا شغالين قدام حضراتكم على الهوا. تمام. لو خدنا شويه بشويه هتلاقيها ان شاء الله اتظبطت وتمام التمام. انا شايف ان هنا كده يعني ايه كويس، بس هنديها ايه تكه. انت ممكن تيجي هنا اللي انا عملته ممكن تشتغلي بيه، وانا ايه افرمها لك ونشتغل مع بعض عشان الوقت والدنيا تبقى ايه تمام حلوه وزي الفل. عايزك تقولي بقى يا دكتوره شعار برنامجنا الدنيا حلوه وزي الفل. الدنيا حلوه وزي الفل طبعا. التفاؤل ضروري جدا في الحياه. لسه ونقول وفي مطبخنا هنتعلم. في مطبخنا طبعا هنتعلم ان شاء الله، هنتعلم ان شاء الله يا جماعه مع الدكتوره ياسمين، هنتعلم اكلات صحيه مفيده ونصائح طبيه مفيده ان شاء الله. وبنقول للدكتوره الحلقه ديت يعني ان شاء الله عايزينها تتكرر يا دكتوره، وناخد وعد من حضرتك انك تكوني معانا تاني ان شاء الله. ان شاء الله، بس العربيه ما تعملهاش معايا تاني بقى. ان شاء الله خليكي تيجي في طياره بقى بعد كده. ان شاء الله. شغالين بيها يا حبيبي. ماشي ماشي. نجيب طبق تاني كده، طبق نضيف اهو يا جماعه. اهو ادي كده للدكتوره
احنا هناخد الكميه احنا هناخد الكميه اللي الشيف عملها لنا كتر خيره بصراحه. تمام. طبعا احنا هنشيل الزيت من على النار شويه. انا يهمني ان الزيت ما يكونش حامي قوي، لانه ممكن اجيب الفراخ دي كفته مفرومه. ممكن نجيب الفراخ مفرومه ممكن، بس احنا علشان بتفضلي تعملي الحاجه؟ بفضل، وكمان بفضل انا مختاره الصدور لو تاخدوا بالكم، احنا اللي مقطعينه كله صدور ما فيهوش وراك. ليه؟ لان لحم الصدور بيبقى خالي من اي هرمونات، بيبقى مغذي اكتر طبعا، ما فيهوش كربوهيدرات سوري ما فيهوش دهون. الدهون اللي بتبقى موجوده في الاوراق مش مفضله للاطفال. ليه؟ احنا عايزين ندي لهم بروتين صحي زي ما بيقولوا عليه لين بروتين، يعني بروتين مش ما فيهوش دهون غير محببه، وبالذات لان احنا ما نضمنش مصادر الدهون دلوقتي. طيب احنا هنعمل اهو حاجه تتعمل في البيت طبعا. تمام. هنستخدم القالب بتاعنا. انا يا دوبك بس عملت ايه، فردتها على ايدي كده علشان استخدم القالب بتاعي اللي على شكل ورده، واخرج الورده بالشكل دوت علشان طبعا الرميصاء. صح اسمك كده؟ قعدنا نسالها قبل الهواء اسمك ايه، كنا فاكرين بنسالها بالسين ولا بالثاء، طلع بالصاد اصلا، فهي اسمها الرميصاء. حبي الورد يا الرميصاء. انا هعمل لك الناجتس على شكل ورده. الاولاد بيحبوا الاشكال. انا ابني بيحب النجمه جدا، فاللي هو ماما نجمه ماما نجمه. هو 3 سنين بس الحمد لله، يعني ايه ما شاء الله ربنا لازم يتشرط عليا كمان في الاكل يعني. ربنا يبارك لك. احنا هنعمل شكلين. تمام نكتفي يا دكتوره بقى عشان الوقت، وبعدين نكمل ان شاء الله. تمام هنعمل شكلين بس، ويعني ايه نعمل اللي هو نقليه بس على قد ما نقليه. ممكن بس نضرب بيضه بعد اذنك يا شيف. تمام يا حاضر يا دكتوره. احنا بصوا عشان نقطع كده يا جماعه الكميه الثانيه اهيت امام حضراتكم، بنفرده ونقوم قاطعين بس بالقطاعه الشكل. طبعا احنا بنحارب الوقت او بنجري ورا الوقت، فايه الوقت هو اللي بيجري ورانا عمال يحاربنا. فبنعمل بسرعه. تمام كده الكميه ديت يا دكتوره، وهنكتفي عشان وقت البرنامج، ونشوف كده اخبار الكيك ايه. لسه قدامه شويه. تمام الكيك لسه قدامه شويه، وهنخرج الكيك وندخل البيتزا. طبعا كان نفسي ان انتوا تكونوا موجودين، يعني ان انتوا تكونوا لسه معانا على الهوا لما مسلم والرميصاء ياكلوا ويدوقوا الكيك ويدوقوا الناجتس. بس احنا ممكن نطلع ناجتس دلوقتي ان شاء الله، في وقت نطلع الناجتس ان شاء الله دكتوره. لا لا وندوقهم ان شاء الله. ومعانا اتصال. مين؟ استاذ احمد. ام محمد، اهلا وسهلا يا ام محمد. الو الو. اهلا وسهلا، انا مش سامعه صوت حضرتك. نورتيني يا ام محمد، انا سامع حضرتك، اتفضلي. منور انت والدكتوره والله يا شيخ. الله يكرمك، الدكتوره منورانا النهارده في برنامجنا. اولاد حضرتك منورين جدا والله يا شيخ. تسلمي تسلمي يا ام محمد. ايه اخبار البرنامج مع حضرتك؟ جميل جدا، انا متابعاه على طول والله. استفدت النهارده من حلقه الدكتوره؟ جدا مبسوطه جدا، وكمان عايزه سندوتشات للمدرسه الصبح. السندوتشات التقليديه الاولاد بيزهقوا منها. عينيا الاثنين. حاضر ان شاء الله. معانا الدكتوره هتعمل لنا كل حاجه ان شاء الله، وهتوعدنا. هي معلش جت النهارده متاخره، ولكن هيكون في لقاءات اخرى ان شاء الله يا ست ام محمد. ان شاء الله. مشكورك. احنا سعداء جدا. عايز تقولي حاجه للدكتوره ياسمين؟ شكرا يا ام محمد، انا سعداء جدا باتصالك. على حاجه تركيه صغيره في السندوتشات بعد اذنك يا شيخ. اتفضلي. السندوتشات يا جماعه مش شرط ان احنا نودي السندوتشات في عيش فينو. الناس متخيله انه الطفل مش هيتغذى غير لو كل بعيش فينو. لا تمام. احنا نودي بالعيش الاسمر، نودي بالتوست الاسمر. يا ريت التوست الاسمر، ارجوكوا. التوست الاسمر مفيد جدا للاطفال، وبيخلي مستوى السكر في الدم ما يعلاش مره واحده وبعدين يرجع يهبط. فبنلاقي الاطفال ممكن تركيزهم بيقل في اخر حصص في المدرسه، اللي هم بياكلوا اكل عباره عن كيك بس، او عباره عن توست بس ابيض، او سندوتشات بالخبز الابيض. فاحنا لا، يا ريت نعمل لهم السندوتشات في العيش الاسمر،
وما نقولش انا ابني اصلا رفيع مش لازم اعمل له السندوتشات في العيش الاسمر عشان هيخس اكتر. العيش الاسمر مش للخسسان، العيش الاسمر غني بالفايبرز اللي هي الالياف. الالياف دي مهمة جدا جدا لاجسام اطفالنا علشان هم محتاجينها عشان السكر ما يعلاش في الدم مرة واحدة. وبرضك النصيحة ديت مش موجهة بس للاطفال، انا بوجهها كمان لحبايبي مرضى السكر. مرضى السكر ياريت نعتمد في اكلنا على الحاجات اللي فيها الياف عالية زي العيش الاسمر والعيش كامل الحباية كمان، فدي بتخلي الغذاء اعلى وبتخلي السندوتشات فايدتها اكبر وهيستفيدوا منها في المدرسة، مش تركيزهم مش هيقل بعد ما ياكلوها بساعة او بساعتين. انا ضربت لحضرتك البيضة يا دكتورة. تمام احنا هنعمل طبعا. تمام. معلش يا جماعة النهاردة الوقت بتاعنا ضيق جدا، بس ان شاء الله هنعوض بحلقات تانية كتيرة مع الدكتورة ياسمين ان شاء الله. بإذن الله. انا سعدت بيك يا شيخ والله. 12 دقيقة حلو قوي، ادينا كمان من عندكم 3 4 دقايق. احنا كده هنطلع ان شاء الله، احنا كده هنطلع ان شاء الله يعني حتى اطباقنا. هسيب لك يا عم انا دقيقتين ولا تزعل. انا اجدع منك. ماشي اتفضلي يا دكتورة. اه طيب تركايه برضو للامهات، ماشي. الايد اللي هتحطيها في البيض، اقرب لك هنا الزيت تاني. تمام اه بعد اذنك. ايوه الايد اللي هتتحط في البيض ما تدخلش في البقسماط عشان البقسماط والبيض هيلزقوا في ايدك انت في الاخر، فاللي هتحطي الايد اللي تتحط في البيض ما تتحطش في البقسماط. في الاخر هتلاقوني مخلصه انا، وانا يعني قبل ما اعرف التركايه دي كنت بتبقى ايديا بعد ما بخلص. تمام. كلها بيض وبقسماط. فلما بدات احط ايد واحده في البيض، ادخل الحاجه في البيض بايد واحده والايد الثانيه تشتغل في البقسماط بس، طبعا الموضوع اختلف تماما والمطبخ ما بقاش بيتبهدل مني. كل مره يا دكتوره الواحد بيتعلم فيها حاجه بيكتسب خبره. طبعا ده اكيد. طبعا طبعا يعني بنقول لست البيت لو تابعتنا وتابعت برنامجنا وحبت تعمل اكله او حبت تعمل اي نوع من الوصفات اللي احنا بنعملها، جت اول مره طلعت معاها بنسبه مثلا 50%، فبنقول لها ده فعلا نجاح، ولو بنسبه 40% ده نجاح، وبنقول لها وكل مره تعلي ان شاء الله 50% 60% 70% لحد ما تبقي توب 100%. كده انت بتعملي ايه يا دكتوره؟ بنعمل رو بس، بندخل في الرو في البيض وبعدين في البقسماط علشان نغلف الفراخ بتاعتنا بطبقه. لو ناخد بالنا انا ما عملتهاش تخينه قوي، انا عملتها يعني متوسطه السمن. تمام. علشان تستوي كويس. وعلشان ليه انا حابه ان انا اعمل الناجتس؟ لان الناجتس حاجه تسمى فينجر فود. فينجر فود اللي هو الاكل اللي الاطفال، سوري انا لا مع حضرتك، زي الاطفال بيعملوه بياكلوه بايديهم بيحبوه. الاطفال عندنا واحنا كبار بنحب البقسماط، بنحب الحاجه اللي تمسكها بايدك، الحاجه اللي الطفل بيمسكها بايده بيبقى مستمتع بيها. ويا سلام بقى كمان لو واخده شكل هتبقى ممتعه بالنسبه له اكتر واكتر. احنا هنخلص الباتش ديت وندخلها تتقلي في الزيت. تمام. جهز لك طبق نطلع فيه عشان تبقى الدنيا معانا حلوه وزي الفل، ونشوف كيكتنا كده عشان الوقت يا دكتوره. ان شاء الله تكون الكيكه جهزت ونقدر ندخل زي ما قلنا البيتزا بتاعت اللانش بوكس ديت ممكن تتاكل بارده، فبعد ما هندخلها الفرن يا اما هنطلعها وناكلها على طول لو احنا عاملينها في البيت. يعني للبيت، لو عاملينها للانش بوكس مفيش مشاكل ان احنا ناكلها بارده شويه. هوسع كده لحضرتك عشان تشتغلي ايه تبقى الدنيا ايه مظبوطه. نتخلى عن الجلافز بقى. تمام. نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الزيت حرارته متوسطه شويه، ممكن نزود حطي حرارة. واحده نجرب. ماشي. تمام شغال كده. ماشي نخلي دي افضل اهي. هنزود الحراره بس شويه. هو الزيت يكون متوسط. اه تمام كده. هي الدكتوره قالت لي عايزه ايه يكون الزيت هادي شويه متوسطة. وبعد كده لما ننزل نرفع ايه النار عليه. ليه؟ علشان لما ينزل ما يتلسعش مني وفي نفس الوقت يستوي كويس من جوه. تمام. اشوف الكيك. تمام يا دكتور هياخد شويه لسه. ممكن حضرتك تشوفيه وانا اخد بالي هنا.
احنا الكيك لسه شوية هيرتفع شوية كمان. الكيك لسه هيرتفع شوية. احنا في حاجة هنعملها تاني يا دكتورة معانا النهاردة؟ في حاجة تاني ولا نكتفي عشان الوقت؟ هنكتفي بس هنطلع الحاجة وهنقول شوية نصايح صغيرة للأمهات. تمام. بالنسبة لللانش بوكس احنا ممكن نكمل الباتش اللي موجودة عندنا. طب ممكن ندخل ده تحت الكيك دلوقتي ياخد سخون عشان نلحق نطلع طبعا، وبعد كده لما نطلع الكيك نرفعه نديله وش. اتفضلي. ماشي يا حبيبي كده تمام. كده تمام هيدخل الفرن هيقعد 15 دقيقة. انا ممكن اقول لكم وصفة كانت يعني هي سريعة بس احنا طبعا للأسف فقدنا مقاديرها في الحادثة الأليمة. ممكن تقولي الوصفة وان شاء الله انا بنعملها ان شاء الله. وصفة شوربة الشوفان. شوربة الشوفان هي شوربة مغذية جدا ومعاها هنحط كمان مشروم. ليه المشروم بالذات؟ المشروم مصدر للبروتين الطبيعي، مصدر لبروتين نباتي ما فيهوش اي نوع من انواع الدهون. ممكن تقلبي كده يا دكتوره؟ ان شاء الله. ماشي اوكي. عمل ما اجيب حاجه كده نزين بيها، نعمل جرنشه كده خفيفه. المشروم بروتين نباتي طبيعي خالي تماما من الدهون و مفيد جدا لاطفالنا، المفروض ان احنا نعودهم عليه، لان كل ما بياكلوا بروتين المشروم بياخدوا عناصر الزنك وعناصر السيلينيوم اللي هي من العناصر المهمه جدا ليهم ولنموهم، وفي نفس الوقت ما بنخاطرش ان احنا ممكن نديلهم حاجه تكون فيها هرمونات او اي حاجه من الكلام ده. وكمان على فكره يا شيف، الشوفان من الحاجات الجميله جدا اللي شويه مظلومه عندنا في مصر في الاكلات. فلو هنقول كده بسرعه شوربه المشروم هي عباره عن 200 جرام مشروم، يعني طبق مشروم تقطعيه ترانشات، تنزلي الزبده تسخن، وبعدين تحطي المشروم عليها وفص ثوم واحد كده. دكتوره نطلع الكيك ولا لسه؟ ممكن كده نطلعه. نطلعه عشان وقت البرنامج يا جماعه خلاص اوشك على الانتهاء. يبقى هنقلي المشروم في الزبده، معلقه زبده نقلي فيها المشروم، نحط فيها فص عليها فص ثوم واحد، وبعدين نحط لها معلقتين كبار شوفان. الشوربه ديت نحط لها كوبايه شوربه واحده. الشوربه دي مغذيه جدا والاطفال هيحبوها جدا لان طعمها بيبقى لذيذ، والاطفال بيحبوا برضو الشوربات. تمام. دي الكيكه يا جماعه بعد ما طلعت. مية مية يا دكتورة، الله ينور على حضرتك. الله يبارك لك. بصراحة احنا سعداء جدا. انا اسعد بيكم وان شاء الله يعني هنعوضها ان شاء الله. تمام. احنا هتعملي حاجة في الكيكة تانية يا دكتورة؟ لا بس كده. طبعا احنا الكيك ما بنعملهاش اي جارنش غير بعد ما تبرد طبعا. غير لما تبرد خالص. دي هتبقى مغذية جدا زي ما قلنا لاطفالنا. عيدينا فوائدها كده يا دكتورة على السريع. قلنا اللوز بنضيفه بديل للدقيق، بنحط كوباية دقيق وكوباية لوز علشان اللوز غني بالاوميجا 3 الزيوت بتاعته، غني بالبروتينات، اي مكسرات بيبقى فيها بروتينات عالية جدا، فبالتالي هيبقى بندي لاولادنا كمية بروتين حلوة جدا في كيكة. هم متخيلين ان هم ايه، كيكة بقى وسكر بس ودقيق بس، واحنا عارفين احنا عاملين فيها ايه وعارفين احنا مخبيين فيها ايه. هي لزقت شوية. تمام. ما فيش مشاكل، ممكن نقلبها على طبق لو عمل ما حصل معانا التريك دي في المطبخ. طبعا بنقلب عادي جدا في اي حتة. تمام. واتمنى ان احنا لو قدامنا بس 3 دقايق هيكون ان شاء الله خرج
البيتزا من الفرن ممكن نعلي عليها شويه، هي 220 معانا قد كيف كده يا شاهد؟ معانا قد كيف وقت يا جماعه؟ خلصنا وقت البرنامج ولا لسه؟ طيب خلينا نقول واحنا ماشي شويه فوائد لو في وقت. ماشي شغال شويه فوائد قبل ما هنا حاطين في الناجتس حاطين الجزر و حاطين كمان الكوسه. الجزر والكوسه، الجزر غني بفيتامين ايه، فيتامين ايه او البيتا كاروتين، مهم جدا للنظر ومهم جدا لنضاره البشره، لان الجزر بيدخل في تكوين الدهون او الالياف بتاعه البشره بتاعتنا عامه، بشره بشره الوش وبشره الايد بشره الجسم. الكوسه فيها سيلينيوم، السيلينيوم دوت عنصر من العناصر الغذائيه المهمه اللي للاسف ما بتبقاش متوفره يا شيف في يعني في كل كل الاغذيه. تمام. فلما هياخدوا العناصر ديت هتبقى مفيده جدا ليهم، وهنبقى مخبيينها في حاجه هم بيحبوها وضاحكين عليهم. الميلك شيك طبعا زي ما قلنا، اي حاجه فيها لبن، واولادنا ما بيحبوش اللبن، حط لها اي اختراع تاني. على فكره هما بيحبوا ميلك شيك الفانيليا، يعني هو عباره عن ايه، لبن وفانيليا وايس كريم فانيليا. تمام. بس ماشي، احنا متشكرين ليك يا دكتوره جدا، وبنقول لك نورتينا، وان شاء الله هنعوض الحلقه دي تاني ان شاء الله. يا جماعه كده وصلنا لنهايه برنامجنا، برنامج ساعه شهيه على قناتكم الجميله قناه الصحه والجمال. انتظرونا يوميا قبل هذا الموعد بساعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده.